بتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، في شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة والقريبة من المسطحات المائية، وفي كمان رياح معتدلة على أغلب الأنحاء. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. يا صباح الفل يا دكتورة منار. الفل على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن أنا كنت بقول في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة النهاردة عن امبارح، درجة أو درجتين عن امبارح، في كمان شبورة مائية. قول لنا بقى تفاصيل الجو النهاردة هو مع الرطوبة. طبعا الرطوبة مكملة أكيد، يعني أكيد إحنا طبعا بالفعل في ارتفاعات طفيفة جدا في قيم درجات الحرارة بمعدل من درجة لدرجتين عن المعدلات الطبيعية للوقت ده من السنة، وعن كمان أمس أو أول أمس، لأن اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 37 درجة مئوية. طبعا أيوة، مش ارتفاعات ملحوظة، لكن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، لأن نسب الرطوبة طبعا احنا عارفين مصادر الكتل الهوائية القادمة من على البحر المتوسط بتحمل بكميات كبيرة من بخار المية، فده بيؤدي لارتفاع كبير في نسب الرطوبة. منخفض الهند الموسمي أكيد، امتداد منخفض الهند الموسمي طبعا اللي هو بيأثر علينا في معظم أيام فصل الصيف، فبالتالي نسب الرطوبة عندنا في جمهورية مصر العربية في القاهرة الكبرى بتتجاوز 80 و85% أحيانا في بعض الأماكن، السواحل الشمالية المطلة على البحر المتوسط في بعض الأماكن تتجاوز 95%، فده بيخلي إحساسنا بقيم درجات الحرارة أعلى كمان من 37 لو تكون 39 أو 40 درجة مئوية، فده اللي بيخلينا نحس ان في ارتفاع في قيم درجات الحراره رغم ان الارتفاعات بتكون ارتفاعات طفيفه عن المعدل الطبيعي، فبالتالي اجواء فتره النهار هتكون اجواء ما بين الحراره الرطبه الى شديده الحراره الرطبه في معظم محافظات الجمهوريه، وخاصه كمان في المحافظات الداخليه من الوجه البحري للقاهره الكبرى لمحافظات الصعيد، السواحل الشماليه بتكون هي الاقل طبعا في قيم درجات الحراره رغم ان هي الاعلى في نسب الرطوبه واللي فيها العظمى فترة النهار 32 ل 33 درجة مئوية مقاسة طبعا، ومحسوسة بتكون أعلى من القيم دي. فترات الليل مع غياب أشعة الشمس أكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة، لكن احنا عظمة الرطوبة يعني نسب الرطوبة العالية بتكون فترة الليل، فأنا بحس إن نسب الرطوبة مرتفعة بشكل كبير فترة الليل، فبالتالي أجواء فترة الليل هي أجواء مائلة للحرارة الرطبة في معظم المحافظات. في بعض الاماكن وخاصه الاماكن المفتوحه او المدن الجديده بيكون في نشاط للرياح، يعني احنا عندنا نشاط رياح في معظم محافظات الجمهوريه، لكن سرعاته مش عاليه بالشكل الكبير ان هي تاثر على احساسنا بقيم درجات الحراره، لانها هتتراوح ما بين 30 ل 35 كم على الساعه، احس بوجود نشاط رياح في الاماكن المفتوحه اكتر مش الاماكن المغلقه، وده ممكن يحسسني بنسب رطوبه اقل. وطبعا نتيجة ان احنا بنعيش استقرار في الاحوال الجوية بشكل كبير، ومع ارتفاع نسب الرطوبة الظاهرة الجوية المؤثرة بالفعل هي شبورة مائية. في شبورة مائية بتظهر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاضات في الرؤية الافقية في فترات الصباح الباكر، لكن هي الحمد لله ما بتأثرش على حركة المرور، يعني مش معاها اي اغلاق للطرق، وبتتلاشى مع سطوع اشعة الشمس، يعني احنا تقريبا 7-8 صباحا الشبورة المائية تبدأ تختفي، الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن بشكل تدريجي. كمان اليوم تحديدا سرعات الرياح هتزيد على البحر المتوسط، وخاصة في المنطقة الغربية أو الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، سرعات رياح ما بين 40 ل 50 كيلو متر على الساعة، فده بدوره هيؤدي لارتفاع أمواج يوصل ل2.5 متر على شواطئ البحر المتوسط، وتحديدا في شواطئ مطروح، شواطئ العالمين، الإسكندرية، بلطيم، فلازم السادة المصيفين ياخدوا حذرهم بقدر الإمكان النهاردة من ارتفاع الأمواج على الشواطئ، لكن الملاحة البحرية وأعمال الصيد، البحر مناسب لأعمال الصيد والملاحة البحرية، وأيضا البحر الأحمر هيكون معتدل مؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزل. الحمد لله احنا على مدار هذا الأسبوع إن شاء الله يكون في استقرار كامل في الأحوال الجوية في معظم المحافظات، مع استمرار قيم درجات الحرارة اللي هتكون اعلى من المعدل بحوالي درجه لدرجتين، لان العظمى على القاهره الكبرى الايام اللي جايه ما بين 36 ل 37 عظمى فتره النهار على القاهره الكبرى، مع طبعا استمرار وجود نسب رطوبه في الجو. ناكد بس على كل الساده المواطنين ان احنا لازم نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس بالظبط في الفترات الظهيره، لان ده هيزود احساسي بارتفاع قيم درجات الحراره، اكيد لو تعرضت لاشعه الشمس هتزيد قيم درجات حراره اعلى. ففترات الظهيره من الساعه 12 الظهر ل 4-5 العصر الفتره اللي بيكون فيها شده الاشعه الشمسيه عاليه بشكل كبير،
اتجنب اشعه الشمس. لو انا اضطريت للخروج في الوقت ده يكون معايا غطاء للراس يحميني من اشعه الشمس بشكل مباشر. نتناول طبعا قدر كبير من المرطبات والسوائل واهمهم الميه. مهم ان نتواجد في اماكن جيده التهويه بشكل كبير، ده يساعد ان انا احس بنسب رطوبه اقل، قيم درجات حراره اقل. طبعا نستمر في المتابعه الجيده لنشرات الجوية. اكيد طبعا، وبنشكر حضرتك على النصائح المهمه دي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا كده مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره والمحافظات. متوقع تكون العظمى في القاهره 37 والصغرى 26 والعاصمه الاداريه 38 27، الاسكندريه 33 24 والعلمين الجديده 33 24 ايضا، مطروح 33 25 ودمياط 33 26، بورسعيد 33 27، اما الاسماعيليه 39 26، السويس 38 27 والعريش 35 25، كاترين 32 17 وطابا 37 27، حلايب 37 32 وشلاتين 40 31، شرم الشيخ 40 30، ايضا الغردقه 40 30، الفيوم 39 26 وايضا بني سويف 39 26، اما الوادي الجديد 43 28 واسيوط 40 26، سوهاج 41 27 وقنا 43 30، الاقصر 43 30 ايضا، واسوان 43 31. دي كانت نشرتنا الجوية المفصلة وكمان درجات الحرارة المتوقعة. دلوقتي هنرجع مرة تانية لهبة ومصطفى عشان نكمل فقرات سبعة الخير يا مصر. شكرا لك يا هالي. شكرا. شكرا جزيلا.